من بعد تقريبا 100 عام تعود آثارنا إلى أرض الوطن. طبعا هذه الآثار كانت موجودة، أتت مع فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم ومعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك، عودة 6000 قطعة أثرية عراقية تعود من بريطانيا استعارتها في عام 1923، وكان الاتفاق بعد هذه 100 عام تعود هذه الآثار إلى العراق. وأيضا بعودة السيد رئيس الجمهورية عندما كان حاضر بالتتويج بملك بريطانيا، أتى بهذه القطع الأثرية اللي هي 6000 قطعة أثرية. تعالوا احنا وياكم نتابع مواقع التواصل الاجتماعي كيف نظرت وفرحوا، وأيضا مكتب الإعلام لرئيس الجمهورية تحدث حول هذا الموضوع. في مؤتمر صحفي لدى عودته للبلاد، رئيس الجمهورية أعلن إعادة 6000 قطعة أثرية معارة لبريطانيا في عام 1923. أعلن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد عن استعادة 6000 قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة في عام 1923، والمدة هي 100 عام لإغراض الدراسة والبحث. وأكد السيد الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي 9 من أيار عام 2023 في مطار بغداد الدولي حال عودته إلى البلاد من المملكة المتحدة بعد اختتام زيارة رسمية لحضور مراسيم تتويج الملك تشارلز الثالث، إن فخامته أعاد معه 6000 قطعة أثرية تعود لمراحل مختلفة من تاريخ حضارة العراق. وأيضا هذه صور للمؤتمر الصحفي، وأيضا هذه أعداد القطع التي أتت على متن الطائرة العراقية وعادت إلى أرض الوطن من بعد 100 عام كانت بدراسة من قبل المملكة المتحدة.